في إطار فعاليات حملة أحبك يا تشات، جاءت هذه الندوة العلمية التي نظمها الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشات تحت عنوان المصالحة الوطنية والحوار، والتي أطرح نخبة من مثقفي وكوادر البلاد. من جهته وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية السفير الشيخ ابن عمر شدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب. لو تركت الأمر للحكومة سعادة الوزير الشيخ ابن عمر لأنه إنسان عنده خبرة إلى آخر ذلك، هذا لا يحل المشكلة. لابد من المشاركة من القاعدة إلى القمة، والمسؤولية تكون مسؤولية شخصية. تعاقب الحضور بتقديم اقتراحات تنصب جلها حول مساعدة الوزير بأن يقوم بحوار وطني شامل للم شمل الفرقاء والمحافظة على واقعنا وترك المحسوبيات القبلية وتبادل اللوم.